بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أحكام الصيام أن المسلم يحافظ على صيامه، ومن تمام المحافظة أن يجلس في المسجد ويقرأ القرآن، وإذا كان له حاجة أو شغل خارج المسجد فليذهب إليه مع محافظة على صيامه، ولكن كل ما تيسر له فراغ فإنه يمضيه في المسجد، هذا أفضل للصائم وأسلم له. كان السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحافظ على صومنا ولا نغتاب أحدا، ويقبلون على تلاوة القرآن. وإذا صاحب الصيام اعتكاف في المسجد فهذا أفضل، يجمع بين العبادتين، عبادة الصيام وعبادة الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لقصد وجه الله عز وجل، عبادة عظيمة، وإذا كان معها صيام فهذا أفضل. ولذلك ينبغي للصائم أن يحرص على الجلوس في المسجد، وأن يمضي أوقات فراغه في المسجد مع تلاوة القرآن ومع ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، حتى تتكامل له أنواع العبادة ويحافظ على صيامه من المؤثرات. هذا دأب السلف الصالح رحمهم الله، إذا صاموا يحرصون على الجلوس في المساجد وعلى إمضاء الوقت في المسجد، وإذا خرجوا عن المسجد لشغل من أشغالهم الدنيوية أو غيرها فليكن ذلك مع المحافظة على آداب الصيام وخصائص الصيام، فإن الصائم في عبادة عظيمة لا يدخل عليها ما يجرحها. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والجنة هي الشيء الذي يتقي به المقاتل سهام العدو من الترس وغيره، فهو جنة يقي الصائم من الآثام ومن الآفات ما لم يخرقها، يعني ما لم يخرق هذه الجنة بغيبة أو نميمة أو غير ذلك. فالصيام يتأثر بما يدخل عليه من المؤثمات، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ليكون الصيام جنة له من عذاب الله ومن غضب الله عز وجل. فالصائم يتذكر أنه في عبادة، وأن العبادة سترة له مما يغضب الله عز وجل من المعاصي وغير ذلك، فيحافظ على هذه الجنة وهذه السترة ليتقي بها عذاب الله سبحانه وتعالى وغضبه، لا سيما إذا كان الصيام فريضة مثل شهر رمضان أو كفارة أو نذر، فإنه صوم واجب ويحافظ عليه أكثر. قد يكون الصائم يصوم عن الطعام والشراب لكن لا يصوم عن الغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك، فهذا لا يبقى له من صيامه إلا الإسم. يتق الله المسلم في صيامه، حافظ عليه، يتجنب كل ما يؤثر عليه من المؤثمات حتى يكمل له الأجر والثواب من الله عز وجل. وليس معنى ذلك ما يفعله كثير من الناس اليوم أنهم ينامون ويقول أنا صائم وينام كل النهار وقد لا يقوم لصلاة الفريضة ينام، ليس هذا هو المطلوب. المطلوب أن الصائم أنشط على العبادة من غيره ويحافظ على الفريضة أكثر من غيره، فلا يتخذ الصيام حجة له
في أن ينام حتى عن صلاة الجماعة وعن الصلاة في وقتها، فإن هذه معصية عظيمة، والصلاة آكد من الصيام. حافظ على صلاة، والذين هم على صلاتهم أو على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، أولئك في جنات مكرمون. فالمسلم لا يحافظ على الصيام ويتهاون في الصلاة، بل يحافظ على دينه على سبيل العموم. والصلاة هي رأس الدين بعد التوحيد وبعد العقيدة. على المسلم أن يتذكر هذا، وأن يكون اهتمامه بالصلاة في حالة الصيام أشد من اهتمامه بها، وإن كان الواجب عليه أن يهتم بها دائما وأبدا. هذا ما ينبغي للصائم في حال صيامه، أن يتذكر أنه في عبادة لله عز وجل، فلا يدخل عليها من المؤثمات ما يبطلها أو يجعلها اسما لا حقيقة. هذا هو الذي يليق بالمسلم الصائم. والصيام يحث على الأعمال الخير، لأنه يلين القلب ويذكر بأحوال الفقراء والمحتاجين. إذا مسه الجوع والعطش تذكر أحوال المساكين والفقراء فيعطف عليهم أكثر من غيره. الصيام مدرب على العبادات، ملين للقلب والطبع الطبيعة، فهو مهذب. الحقيقة الصيام مهذب للنفوس، ومدرب على الطاعات، معود على الصبر تحمل. ولهذا يسمى شهر رمضان بشهر الصبر، لأن الصائم يصبر على الجوع وعلى العطش، وهذا من أنواع الصبر. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر عن محارم الله، صبر على طاعة الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه تجتمع في الصيام، أنواع الصبر تجتمع في الصيام. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.